خلاص محمد الله يسعدكم تسلمون تعالني عند البوابه الله يكرمك جميل يا شيخ الله يسعدك انا جميل ما شاء الله تبارك يا مرحبا الله يحفظك الله يحفظك التوفيق ان شاء الله يعطيك العافيه ابو ناصر قبل لا تجي قاعد ادرس لي فكره لكن ان شاء الله ان اخواني يسمعوني يحولون ان شاء الله بالنيابه عني ان شاء الله الله يوفق رب تعالي شباب يا شباب شباب اول على بول برد ها البرد والله بدا يشتد لا حول ولا قوه الا بالله اسمع العشا وين انت تطلع علي تطلع معي تدخل معنا تعال ادخل معنا بس تعال قول له يجيب بروستو وزاده ايش مو هذا بروستو ايش مو هذا بروستو اي والله تعال يا اخي بالله تعال تعال يلا يا شباب الباب شغال طردوهم تعالوا تعالوا عندنا تعالوا عندنا عيال الله يسعدكم الله يوفقكم الله يحفظكم مرحبا مليون يا ابنا يا هلا يا الله حيوه والله بلانا احنا هلا انا بروح البس بلبس كوتي وجي من هو مقتنع فيها 100 ريال من هو تبي شيء يا خالي؟ هي بعد حيوان تروح تخليني؟ هجي تخليني؟ ايه بعد حيوان تروح ما خليك ابي البس اذبح البرد البس كل تعال خذ ضربتي تعال يلا العافية ها؟ وين؟ اللوست والله بس وين؟ وديته الغرفة وش علمكم اليوم ترسمون كلكم؟ حد البسه؟ لا والله انا بادر ما بزمنها هذه البشتينة بس انه يا الله لا تعملنا والله يا جماعه مكتب التعاوني هذا للدعوه والارشاد اول شيء الله ان شاء الله يتم التبرع الله حق حياتي ونسهل لهم ان شاء الله ويوفقهم ان على ما قال ان بنشد الاعمار واتمنى والله اني خارج القريه على اساس اني اقدر احول سهم صدقه عن والدي ووالدتي كلنا اي والله لكن ان شاء الله ان صوتي يوصل اخواني وما يقصرون باذن الله والله يوفق والله يسهل تعال يا منصور تعال متى العشاء العشاء متى يا منصور يا حبيبي تعال تعال انت شاور تعال بجيك انت انت وش تبغى بس وش تبي بس بجيك بديتك بالله عليك انت تجي تعال يا ولد ما يداني الغتره شيخ ذبحت البرد يا الله يعينك الله يعينك الله يعينك ما يداني الغتره ابو منصور صح ابو زيد تعال يا ابو زيد تعال يا مرحبا والله ومسهلا ابو زيد يقول لك تعال وما بقى لي يوم يوم في غيابك يصبرني يصبرني اعتقد انك عرفتها عاد لا والله ما عرفتها تعال وما بقى لي لا تمن تعال لا 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 مرحبا بك الله يعزك انت سمعت بسالفه الا اقول بس يا سائر عطني عطني سائر اقول الله يتممها ان شاء الله على خير والله يكتب اجر كل من تبرع وقف وقف حقيقه وقف حقيقه ان نتشرف ان نكون بشكل دائم نعلن مو نعلن بس ندعم الناس اللي قاعده باذن الله وباذن الله اني بعد البرنامج معهم بدر باذن الله يا ولد تعال تعال ابيك تعال تعال ابغاك تعال وش تقول وش تقول سمعني؟ اقول يا مرحبا ترحيب كل هالش تكسيس من راس لحد ما طاش لا ليش انت يا لامي الواشه تعال يا بندر تعال بدر تعال سلطان لا 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 تجيها ولا تلبسها ولا مرة الله يعمينا يا بدر انت ما شفتها ها؟ لا ليش ما شفتها يا ابو زيد لا 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 ما بعد انا البشت البني هدية من في اثنين بتخربطه انت لا حق البرد حق الورد العايدي لا بس انت بتكفى خذ خذ بشتي اخي الناس برد وانت بس بشتي يا سلطان اخوي كبير يا اخوي ايش فيك انت ها؟
بشت كبير. اسمع اسمع اسمع. قل لي لا الله. والله ان قال بشت شيء. لا تروم الناس. انا لا تقت هايط علي ذحين. امسحب. لا اربع البشت انا الارض. حركات قديمه. اربع البشت انا الارض. حركات قديمه ها؟ ما ودي تبيني الحوطه انا. اوكي اوكي. ودي اضربه والله حركه قديمه كيف ودي اضربه. لا بس لا حركاتك هذه يا ساير استاذ ساير قديمه. شلون؟ انك تاخذ تقول عشان بعدين تاخذها. يا ولد والله العظيم مشكله ذا يا اخي شنو الكلام هذا؟ خله طاح مشي مشي انت مشي هذا الطربان حاتم الطي والله انك نعم الشيخ نعم نعم يا دوسري حي لب الدواسري حاتم يا ايش اسمه هذا؟ هيثم هالثومي تعال يا هيثم هيثم وينك؟ هالثومي انت وينك؟ هثمثم هثمثم ارفع علومك والله اني اركبك حق والكبسه الليله عليك قول تم والله انها عليك السلام عليكم ها؟ شوف الكب خير من هو؟ انزل ارمي البشت انزل ارمي البشت عشان اقدر انا امد ايدي عليك ارمي البشت انزل اقول ارمي البشت اسف ارمي البشت بس نازل انت ماني دخل انا العصا ايها المتين أتريد أن تتبغني؟ شوف أنا ما ودي والله أوسخ يدي في بشتك طبعا تصدق تصدق إن شكلك عريس الله يسلمك عريس أنا ما يحتاج أنت شيخ أنت شيخ بنظري يا زين الزين بدون بشت بدون بشت يا زين الزين عطنا البشت مرحبا والله بعساف عبد الله تعال يا عبد الله بنشدك بشورة عليك شوف عبد الله عبد الله يا ولد تعال اقرب عبد الله تكفون لا 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 تخربون لا 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 تكفون نزلوا لا توني ادري ان شخصيتك ضعيفه ناجي ناجي صراحه شخصيه ضعيفه اخواني اصبر لا لا نزلوا نزل عبد الله استاذ نزل نزل البشت نزل البشت استاذي تعال يا سلطان اغمى عليها يا ولد اغمى عليها اغمى عليك سكني سكني نزل البشت تعال نزل البشت بس انا وياك واو تاك ان شاء الله تواجد والله انا اغلى منك اخر بندر بدر اقول اخر منها والله انا اغلى منك قصيده انا الوقف انت ما اخذت جوك في هذا ايه وش قصيده بيش حطنا انا والله المكتب التعاوني انا شوف انا ان شاء الله مجهز شيله عن ال عن ال هي فيها فيها تسمعون ان شاء الله فهمت؟ ففيها من امور الصعب ابي كلمه كلمه كلمتين كذا من عندي والله انا متحمس لهم والله والله في عن ايش بالضبط؟ عن الاسهم هذه حقتهم اللي سوونها حقت الله العظيم اني ودي ادفع لوش ودي اشارك معهم وكان ودي اشارك معهم لكن عاد كف اخوياي ووفوا والله انهم ما قصروا بيض الله وجيههم يا صقري صقري تعال ايش؟ ايش؟ بلغ على حقوق اذا بغيت شيء ها تعال اطلع في وجه الله ما فيني خير قلت في وجه الله بس ارفع 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 كلمتك ارفعها وارفع ابوها زين اي اشوى اي من انا من انا شيخ كفو اي يلا سر من ذا سلطان؟ وش ذا الشيخ المخفوف ذا؟ اي والله والله انك صادق قسم بالله انك صادق انك بهالكلمه صدقت تعال يا سلطان يا مرحبا ترحيبتن كلها هارس ها بمجهز شيله ان شاء الله ايه حاجه كذا فيها انا كبار السن عن عنهم انا الكلام تسمع والله ان رايتك بيضه وانك كفو وانك تقول الطول وانا متفائل انا ادور انا ادور الوقت المناسب ايه هذا هو الشيء الوقت المناسب ايه جايك جايك اسلم دور الوقت المناسب طال عمرك عشان اعرضها ان شاء الله باذن الله باذن الله وان شاء الله بيكون في مشهد تمثيلي خاص لهم باذن الله باذن الله الله يوفقك ونحاول ممكن تعال قوه ان شاء الله نرتب خليك اطرب لحالك يعنيك يعني الليالي علمتني دروس في دروس الليالي علمتني دروس في دروس يس شي ها تبي تشوف الضوء كيف شوف خليني خلني بس ابشر هذه تحديد الكل شو اسمه اقول له قبل شيء هناك شو اسمه شوف روح للاداره خلاص تبي لي ولاعتك والله يهينك اخ ونوره
شو يا ساير؟ ثوبك ثوبك الحق ثوبك بالله والله العظيم فهد في الرايد نطلع جاكيت من الشنطه جديد شقيت يدي يا عيال ينفض اسمع شو ثوبك ينفض يضرب ثوبك حط له ساعات مستمر شحم تضرب مين بالله من الطبخ من الطبخ يسوي لك رايد كان في رضا مداخل مدري دم دم والله اتوقع كان في رضا مداخل الجاكيت يضرب له ساعات لا لا جمعها داخل الجاكيت المهم من هو اللي جمعها داخل الجاكيت رايد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام مرحبا والله ومسهلا جاهزة عزبتك جاهزة عزبتك وقهوتك نعم جبتوا لنا عم إدارة أنا 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 ناوي أسوي قهوة وشاي بيض الله وجهك تسوي عشاء لا عشاء أنتم والله أنا تعبت أنا كل يوم أطبخ بروح أدور شيء أطبخ شاي وقهوة فخم تعال تعال نبي أكل شاورما كنج نبي نغير عن الرز نغير عن بالعكس والله ما يقصرون القناة يعني كل يوم اي ما قلت شيء انا ما اقول شيء بالقناة اقول نبي نغير ايوه احنا يعني اللي يسمعك تقول رز 24 ساعة تبى غير شاورما برجر اشياء صل على النبي اللهم صل وسلم شفتوا يوم قبل شوي تكلم عن الوقف بعلمك القصة صايرة وحقيقية طبعا انت تكلمت على سالفة العصفور لا خل دي هذا الوقف يقول لك طول العمر هذا واحد رجال صلي صلاة العشاء وقد طالع المسجد اللي حق ذاك الرجال قال يا ولد انا ابي فلوس كذا 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 قال على خشم رجع البيت يوم جاء البيت الا مرته مرحبا ومسهلا قال ميد مرته ارحب ارحب خليكم معنا عيال خليكم معنا ساير لكن شوف انطعت يدي فدا فدا بسم الله هذا طول العمر عن الوقف الموقف يا الربع سلمت يا سال هذا رجال ان اقول لكم صلى صلاه العشاء يوم قد طالع لحق ذاك الرجال قال ودنا ناقص دراهم بدرهم جاء رجع دخل على امرته قال اعطيني الفلوس اللي عندك قالت ما عندنا الا هي وما ادري ايش وحنا محتاجينها قال انت اعطيني اياها برزقنا الله سبحانه قال احنا محتاجينها لكن ذا احوج منا ياخذ الدراهم اللي عندها ويعطيها للرجال اي مرت الايام الرجال احتاجها يبي الدراهم من الجوع اللي فيه هو مرته يربطون بطونهم من الجوع يوم جاء آخر الليل الباب يدق طاك 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 قالت قم 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 الباب يدق لا يكون بعد واحد الجاي يشحذنا يقوم يوم بطل الباب إلا ذاك الرجال جاي يعطيه دراهم قال وش الدراهم قال ما تذكر يوم سلفتني مبطي مسلفة شف أرزقها الله سبحانه يعني ترى حتى لو كنت محت... صحيح لا تحقرون من معروف شيء يعلم الله يعلم الله يعني بشكل أصح ما بقول لكم كل ما حد كامل كامل الله سبحانه وما حد ما عنده ذنوب وأمور من ذا الشغلات أيوه لكن يعلم الله يا بعض الأحيان في حاجات نحن نقول في أنفسنا أنها مرة بسيطة يا رجال الريال تسعد بها العامل حق البلدية كأنك معطي يا رجال مليون في بعد بطانية صح ولا شيء فيه ولا حطب ولا دفاية ولا ايات شيء كرتون مويه جاكيت جاكيت شماغ واحد شماغ. واحد الربع عشان شماغ بس تعطيه يا اخي هذا اجر عظيم اذكر مره عظيم. نزلت جهه الباحه عرفت وكان عندي لزوم هناك المحكمه كان عندي موضوع ضروري لازم اروح اخلصه في المحكمه وانا متاخر على الجلسه ويعلم الله يا ريال طبعا بينك وبين ابها والباحه يمكن اي ثلاث ساعات ثلاث ساعات زي كذا المهم ذيك الليلة جاني عامل يعلم الله أني ما أنسى ذاك العامل المهم عمال بلدية تعرف يا أغلب يبدأ دوام على الساعة 3-4 وأنا مواصل أيوة وأنا مواصل قلت يا رجال بانت قبل الفجر بإذن الله أوجه على طول المحكمة وتأخرت ما مشيت اللي يمكن على الساعة 8 خلاصة الموضوع جاني العامل ذا يا رجال يعلم الله في حالة أنك ترحمه والله لا يسامح من لا يرحمه لا أكل يا رجال زي الناس تحسنا كذا مرة ما هو ماكل ويبغى شيء يدفي عمره ويضحك لك ترى بعد ومسكي يسلك لك ما هو قادر حتى يتكلم المهم أروح أقسم بالله أخش البيت وأروح أعطي جاكيت يعلم الله أنا حتى الجاكيت ما أذكر كيف شكله بس أعطيته وأشوف ضحكته مستانس كأني أعطيته الدنيا وما فيها وأعطيه فلوس معي ما أذكر والله بس أنها قليلة وأكل كذا جبت له
يعلم الله يعلم الله اني يمكن ما عاد بيني وبين الباحه الا دخله بسيطه على الساعه. الكلام جلستي على الساعه 9 8 ونص انا اسفل عقبه حقت الباحه وجاي انا من جهه سبا. يعلم الله اني يمكن ما بيني وبين الحياه والموت الا يمكن طقه بسيطه وجه الوجه تريله. يعلم الله وربي كفاني شرها من الصدقه. واتذكر العامل كذا جاء في بالي على طول العامل فاقول الحمد لله اللي ربي كفاني بشيء بسيط. طيب ولا بعد نبيك تفضل. يعقب على كلمه كذي تقول انه حتى هو يضحك لي. في بعض الناس اذا شافوا من العامل يضحك قالوا ايه هذا يبي فلوس ولا هذا يبي شيء. لا حتى اذا سلم صح حتى اذا سلم تحسب له صادقه. صح ابتسامته هذه بس اذا شافك تحسب له صادقه. اي والله شوف بعض الناس ايش يقولون يقول لا ان هذا يضحكني عشان يبي تعطيه فلوسه. صح شوف يضحك لك هو متصدق كذا. عز الله ذكر صار بعد يوم يسلم سلم. في بعضهم يعني ما يحتاج بفلوس يعني عندك اقرب مثال وانت بكرامه يا اخي الشربات يا اخي بخمسة ريال اجيب لك 10 شربات اقسم نص لك. صدقت صدقت صح والله العظيم لا تحقرون من معروف شيء. ف على قالت يوم تقول انت ضايع يصير عليك حادث. اي والله اني ما انسى ذاك اليوم. انا اعوذ بالله من كلمه انا ذاك اليوم الربع والله العظيم اني راقد ما املك ريال واحد واني حزين جدا. تصدقت ذاك اليوم بعشر ريال كنت محتاجها وبيها حتى بنزين ما عندي لكن تصدقت. قلت بتصدق قلت بجرب اللي يقولون عنها ذي انك لقيتك محتاجها وتعطيها الناس بشوف هي يجيني شيء ولا لا كذا بنيه اني بتصدق له بس كنت اجرب. ف والله العظيم يا الربع اني راقد واني قمت من النوم اقسم بالله ان فلوس اي والله العظيم انا معطيه 10 ريال جاتني 5000 ريال مكلمني رجال قال ترى نزلت لك فلوس الصبر. لا اله الا الله ارزاق ترى هي على النية وترى اقلها مو لازم تتصدق بريال ولا فلوسك. ما ننسى بعد يا عيال ركوب السياره دعا السفر هذه بعد الله ترى بعدك تحفظك. اي والله والام والابو دعاء الام والابو مثل ما دعاء السفر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين افضل الصدقات ترى سقيا الماء. يعني ها 10 ريال اخذ لك مويه ومزاحه بعدها افضل وافضل. صدق انا اعرف رجال ما شاء الله عليه تبارك الله دائما يمر البقاله ولا المحطه يودي ياخذ له كراتين يحطها ورا كل ما جاء عندي شغله شاف عامل شق الكرتون حط في ذمتي حتى اللي يشحذون انا اعوذ بالله من كلمه اعوذ بالله من كلمه انا بس عشان ذاك الفضل اللي ربي حفظني بسبه ذاك العامل يعلم الله اني صرت اسحب فلوس واخلي لي ريالات في الدرج مصروفه نص وكل ما اشوف عامل اعطيته بلديه وهذا شيء مفروض بيني وبين نفسي بس يا اخي لعل في احد ينتفع تستفيد وغير ذا قال لها تعامل اقل هذه تعامل يعني مسيحين الوقف هذا في ناس بعضهم اللي في قد امه وابوه صح ولا لا؟ سلمت اي والله الله يرحم ابو سايد يسكن في الجنه والوالد برضه ويرحم عمك يسكن في الجنه عمي والوالد الله يرحمهم يرحمهم يسكن في الجنه يعني هذه فرصه اقسم بالله يا رب فرصه يقتلها اي واحد اي والله انا من نهايتي والله انها تصدق بنياتهم فاحنا ان شاء الله يا اخواني اسمعوني من هالقناه انهم يتفاون بسهم اي والله والله العظيم بسهم اي والله صدقت مين والله كلنا انا كذلك وعن امي والله بالنسبه لي انا لكم كلكم يعلم الله انا والله عندي فلوس كاش جيت قلت مد ناصر قال مدي لا كاش ما ياخذون قال لازم تحويل خلي اذا طلعت من برنامج فاتمنى من اخواني كانوا يسمعوني وجه نعم من اخواني باسمي وباسم اخوياي وباسم امي وابوي الله يكتب اجر الله واجركم يا رب هذا الموضوع اللي كنت ابي اقوله والله يجزاه خير الدكتور جانا اللي خلانا نفتح الموضوع اي والله بيض الله وجهه الحمد لله وان شاء الله نكتم الوقت باذن الله بس انا جدي الله يرحمه توفى تقريبا قبل رمضان الماضي الله يرحمه حط له زي الفلتر مو البراد اللي برا زي الفلتر من داخل البيت فلتر على الشارع تعرف اللي فلتر الماء حاطه برا انا ما استغربت بالعاده البراد المسجد قدامه بس اليوم فكرت المسجد بالليل اغلب الحين يكون مقفل من عماله المسجد يقفلونه القطه اللي بيمشي يسافر فجأة عمال النظافه الاطفال يلعبون كوره برا بالشارع صح اليمر احيانا واحد يمر بيقطع يروح للبقاله ولا شيء يمر يلقى موي على طول صح عمال يصبون منها فيها اشياء واجد سهله ما تعدى 200 ريال 200 ريال ترى اي والله وجهه عظيم انا واحد من اخوياي كبري
توفت امه توفى ابوه الله يرحمه ويسر سيدنا وهو اكبر اخوانه فالحمد لله رب العالمين الله ييسر له اموره ويرزقه خير ان شاء الله ف احسن ما سوى بعد ما قام يدبت ويروح يجي لين ربي يرزقه جاب براده حطها عند الباب صدق عن امه وابوه الله يرحمهم وهو اكبر اخوانه فالله يرحمهم جميعا ان شاء الله يسكنهم الجنه ويا حسين تراها والله العظيم انها صدق ان شاء الله انها جاريه وماشيه لامك وابوكم في قبورهم حتى انت وانت على الدنيا لين تقضي الله يرحمهم ويسكن سجنات الله يرحمهم امواتنا واموات نوصي انفسنا ولا معليش نوصي انفسنا نوصي اللي يشوفونا بالصدقه والخير ان شاء الله انا والله العظيم انها تبقاك حتى وانت في قبرك ترى هذا ولا اقطع هرجكم ترى هذا موضوع والله العظيم يعلم والله العظيم اني كنت مجهز اني بتكلم فيه فتكلم فيه النية واضحة انا اخوك سيد ناصر الله يكتب اجرنا واجره يا رب اسلم اسلم يا ابو اسلم يا عبد الله طبعا مو بشرط انه ان يكون امك ولا ابوك متوفين عشان تصدق لهم صح حتى لو حيين حتى لو هم حيين عادي المفروض تصدق لهم بالعكس شيء زين لك ولهم بالدنيا وبالاخره عز الله في حديث بس والله يا رب انا مضيع فيه ها ساير في حديث مضيع فيه اللي يقول عبد صالح يدعو له اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث اي عمله شو اسمه اذكر الله ولد صالح يدعو ولد له ولد صالح يدعو له إيه؟ وصلة شو اسمه الرحم ما ابغى اعلم يا حبيبي بس الاولى اللي هذه والثانيه اللي او عملا او عملا عملا جاري انتفع به فيما معنى حديث الزبده انه ذكروها هذه اذا توفى ابن ادم ينقطع عمله الا من ثلاث ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية صدقة جارية تشفع له أول عمل ابن مبار يدعو له طيب من ولد صالح بس ولد صالح نفسه أنا مدار ما لي حد ذيب تعرف الحديث هذا ذيب ولد صالح يدعو له كل عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث وش هي ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به بس أوكي سلام أنا نسيت العلم لأن متذكرة بس والله أني مضيع فيها تبارك الله فيك الله يكتب أجرنا ويجركم يا رب أرحب 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 أنا أبغى غيرك أنا قبل شيء بخيت مدري شلون طلعت والله العظيم مدري شلون طلعت أنا بغيت أطب وأدخل وراء الكلام ماني مستحي منهم ليه براش يا أخي مدري تداوي قلب العليل طيبة تداوي قلب والقلب والهان لطيبة والهان قلبي يقول وروحي تقول قلبي يقول وروحي تقول يا طاير ود الوصية يا طاير ود الوصية طيبة تداوي قلب العالي يا بعد قلبي كلكم والله أجمل إهداء للمدينة من أجمل صوتين حبيبي لا ما تصاب يا ابو زيد الوقت راح شوف ايش صار تصاب ازاي لا والله هاي على العز حقه اجمل هدايا للمدينه يستحق الله يسعدكم والله والله ايش على المدينه خلاص يا شيخ اي والله مين ما يحب المدينه مين ما يحب اصحاب الخير المدينه تغير لهم لو كانوا يعلمون الله الانصار ما يحبهم الا ايش الناس ما يكرههم الا منافق وما يحبهم الا مؤمن والله ان نحب المدينه وش شكلها سبحان الله كلنا مشاقين سبحان الله يا شباب يقول دقيقه بس اسمح لي سبحان الله والله جد يقول ان اهل المدينه اذا خرجوا منها يشتاقون لها فيقول لك ايش السبب سالوا يعني الشيخ ابو بكر الجزائري يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منبري وبيتي روضه من رياض الجنه جبل احد جبل من جبال الجنه وادي بطحان وادي من اوديه الجنه فاللي يخرج من الجنه ما يشتاق انه يرجع لها الله وش هذا؟ لا لازم اول شيء نبغاك توعدنا
ان حنا نجيكم في المدينه والله يحياكم وتنورون وابشروا بزيارة تاريخية بعد وثرية ايش تبغى؟ تحية لعبد الرحمن يستاهل اللي جو مطاعم نودي مطاعم نطلع شوف فروق الرحلة الجماعية ايام التحفيل فروق شوف نطلع من المدينة نروح جدة عند ابو زيدة اسمع ياخذنا باص ودينا على وين؟ على وين؟ على مكة الله احلى عمره يا شيخ قبلها ربي نطلع من مكة يا حبيبي ناخذ لنا عمره نطلع من مكة وهب على القصيم الله يحييكم كلكم والله نطلع من القصيم الرياض الشرقية عند الحبيب خلاص الشباب يجونا الرياض نجيب الخرج يا سلام خلاص يبا وبلوس شباب تذاكر راحت البنزين شباب ونرجع بيوتنا مطفرين والله الجو هذا جو طرب يعني فاستغلوا لا طلع مخوف جو طرب جو طرب ايش النشيد يا الله لا تعود تخيل اسمع تخيل يدفني بجاج على انها مزح واطيح انا في المويه هو يحس اني بيضحك صح وما يدري اني بروح الدار واطلع انسحب وشي وامسك ايش النشيد يا حبكم للسد ثلاث ايام عند بعض ايش هو يا حسد يا شباب الهدى يلا يلا اسمع يا شباب يا شباب لا عطني السعاده دي حلو السعاده على بنو يقين طيب يلا خلينا ناخذ موال بعد يلا هات موال يلا عطنا عطنا حسون تكفى اطرب ما سمعنا يا 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 طالع يا قريه يا حبيبي اطرب منتجع يا قلبي يعني هذا يا اخي خبل المصاحب هذا اللي يجي يخرب ام الجلسه اي والله هي اسري منك هي اسري يلا يلا حسون شو بدات تطلع يبدو لي ان الرجال اخذ على الوضع كل ما اي ابو زيد من اول يوم قال ولا يا الغربيه يا سيد ابو زيد ابو زيد حقد لي ذله قل ما شاء الله انتبه ما شاء الله ما شاء الله هذا عرب يا حبيبي ها اسمع اقول لك انتبه انتبه حلف الغربيه يا شباب الهدى حسن ينافسه ومبسوط على الاداء حسن والله العظيم يا حبيبي انت والله من بعدك ابتسامته ما قال شيء انت ليش تدور على ابتسامته يشق وجهه لا 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 قبل رابز يا شريف هذا 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 دلال على ثقته والله ما شاء الله تبارك الله حبيبي يا حسن والله يا وزين ان شاء الله نبغى ان شاء الله يلا يلا ثاني ثاني اللي تو والله لكن طيب على كذا بردان لا ما لي أرى النوم عن عيني قد نفرا أنت علمت طرفي بعدك سهرا وأنا ما لي ما لي أرى النوم عن عيني قد نفرا أنت علمت طرفي بعدك السهار يا نور العيون وما لذكرك يسرى النار في كبدي أهكذا كل صب إلفه ذاكرا هويت بحبكم من كان
يا شباب حياتك هويت بحبكم لن يا شباب حياتك هويت بحبكم من كان يشبهكم حسن الدوسري هوى بحبكم من كان يشبهكم حتى لقد عشقت الشمس والقمر يا شباب يا شباب اجتمعنا على دين ويقين يا شباب نحمد الله رب العالمين يا شباب والصلاة على الرسول الأمين دائما للعلا متواعدين دائما العلا متواعدين دائما متواعدين بالعقيدة تحدنا الصعاب واهتدينا على نور الكتاب ننننن تعدنا الصعاب واهتدينا على الكتاب من بغى غير دين الله خاب دائما للعلا متواعدين دائما متواعدين ودائما للعلا متواعدين يا شباب يا شباب اجتمعنا على دين ويقين يا شباب نحمد الله رب العالمين يا شباب الصلاة على الرسول الأمين دائما للعلا متواعدين الله يسعدكم برافو حسن حبيبي شكرا زين اني مسكني بالوقت المناسب انا عارف انه واحد الحين بياخذها انا كنت بشكرك حركات الاكشنيه ذي الا تبون يطيح يعني شوف يا زيد يا ولد صار اعلامي فاهم الحركات فاهم لا 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 يلا ابو زيد يلا يلا ابو زيد عافيه نواف والله يا ابو زيد انك جالس تجرحنا وانت ما تدري ليه؟ والله العظيم انت حبايب والله ابو زيد يلا ابو زيد يلا 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 يا ابو زيد ابو زيد رد عليه رد عليه وعطى المقام التركي حماسي حماسي يلا يلا يا مس النور يا نور المد صفقوا يا عيال بايقاع طح طم طح بالله ايقاع ماشي يا عيال بليز واحد يشطح فوق واحد بليز ايوه بليز اي دونت نو ايوه يلا يلا واحد يا مس النور يا نور المد انا معك مو زين معك يا اخي ماشي ماشي يا مس النور يا نور المساء هلا يا نجوم الليالي الساريه هلا السمر طابي وينطيب المساء هلا رددوا يا القلوب الساري الله الله يا مس النور يا نور المساء هلا يا نجوم الليالي الساري هلا السمر طابي وطيب المساء هلا رددوا يا القلوب الساري يا هلا بالفرح بنحيي من حضر كل لحظة علينا غالية بالفرح بنحيي من حضر كل لحظة علينا غالية مرحبا ضيفنا مد النظر هلا نسنس يا طيور الغالية هلا يا مس النور يا نور المساء هلا يا نجوم الليالي السارية هلا السمر طابي وطيب المساء هلا رددوا يا القلوب السارية هلا نفرش الورد لجان الوطن تحت العز تبقى وفية نفرش الورد لجان الوطن تحت العز تبقى وفية نفرش الحب فينا والصفا هلا رددوا يا القلوب السارية هلا يا مس النور يا نور المساء هلا يا نجوم الليالي السارية هلا السمر طاب وطيب المساء هلا رددوا يا القلوب السارية 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 هلا
ابي حسن. سلام عليك. هذا اكبر منافس. يلا يلا خلاص لا يوقف لا يوقف لا يوقف يلا لا يوقف لا يوقف يلا 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 أنا بعد الرجال ما حبيت. أي رجال. هذا. يلا وجه. شل. يلا. ترمان. يلا. خليه شغال. استوي. يلا يلا يلا. العب 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 يلا. والله صدق صدق. بندور. لا يوقف لا يوقف. نور نور. ما حبيت. خل فيها. يلا يلا يلا. يلا تفضل. ما تعال من الآن. لا. يلا يلا يلا. يلا عيال جاني سؤال. جاني سؤال قبل شوي يقولون. متى انت تلبس البشت سايل؟ انا البسها من عمر 7-8 سنين البس البشت عادتي البس بشوت تمام فلا احد ممتاز من لسانك من لسانك كذا ترى من عمري 7 سنين البس بشوت والله انا العب اعطوني بالله في راسك فديت والله خشمه يلا 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 عطر عطر يلا عطر يا نوا يلا نوا يلا ما يحضرني شيء حماسي والله عادي يا ابن الحلال عطر انت 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 بالله عطر نوار يجيك على الراي يلا يا عيال يلا ناجي ناجي ما ادري والله يا يا احد نفسي انا يلا 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 انجلي يطعني واقول الله يسبق لي جنوبي ان الله ما على الغيمة جنوبية تقول السنين يا قلت بيتك يا عرب الله حضرت ومرحبا ترحيبة الغيمة ومع غازل تلامع برقها فوق النخيل ويروي عسى الله يوم جمعنا هنا يا أهل الكرم والجود يجمعنا تحت ظل ظليل بدار الأكرام يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا هذه بدون صياح ايش ايش يلا كيف ارجع مرني عند الغروب ضبي خالي من العيوب قلت يا باه الطيور اسالك من فين انت أنا أسألك من فين أنت قال من أهل الجنوب قلت بطرف الحسين يا شدى عمر وعطي قلت بطرف الحسين يا شدى عمر وعطي أنت من سودة عسير حتى فاطمة ما تقول اسمه لوقت ما فرق فيه بس انا اسمه لا لا صدق والله يلا يا شبي وقف نفسي اركب اوف اوف يا شب اوف النار 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 يا عيال يا عيال كل شيء شبت الضوء ما عندها لعب ولا عندها خلاص الباقيين نمشي اللي جالسين فقط أبجل لا جالس أنا ما بقول له يمشي شو تقول كم شون يخذون على كامل فلا أحد يغطي شو كيف يعطي أوفر مش شو 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 شو
شوف شوف لا شوف هنا الجلسه اسلم يا ذيب اسلم الجلسه هنا قصص من حياه الاولين نعم انا عنده قصص حياه الاولين تفضل ابو عيد يا ولد هذا عنده قصص كلها يا ريدي خلص عليها واحد من الشباب واحد من لا والله جد تقول يا اقول اسلم شوف شوف اللي بيسولف اذا كنا صلوا على النبي صلوا على النبي يقول صدق 200 ريال ابو معيض ايه شيبان الاولين ما يضحكون ترى شيبان الاولين ما يضحكون شوفوا يقول لك ترجعنا من الرجيل نبي نعيش حياه الاولين الواقعيه يلا سواليف مايك عشان حياه الاولين بس تكفى ولا حد يعطيني بنت لا تضحك هذا وضع الصدق فتش الرضا في واحد في رجال راح قديم عند مكان يبيعون فيها يبيعون الاكل عادي لو تبهر فيها اي ولقى مصري عندك عندك قبنه قال قال هو عنده ايش ليش هاي شايف ذا تبون من السوالف الاوليه اسمع السالفه اسمع السالفه اسمع السالفه كم صدقت من جاي انا ما اعرف ايش اطلع قد مسبح وعصا ما يصير لا تكسر حتى الحين اسمع قصتي لاني بمشي انا لا لا ما يصير عشان اسمع قصتي عشان اسمع قصتك اسمع اسمع تمشي بس ماشي والله الناس بكفديك ان شاء الله والله الناس والله الناس اسمع سوالف ملك موجود العصر يقول السالفه غير العصا لا غيرها غير اسمع ذا وش هذا قصتك على زال انت موجود اكثر من مره على البدايه يوم غدا مثل الشايب قبل الصبح وخر 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 ما شفتك بس روح مكان ثاني وخرنا ايش ذنك ذيب اتيكم من حيث لا تعلمون والله والله انت ماشيين اسمع يا ربي انت ساقري جدي والله فارشه فارشه نجلس تعال يا الربع ما صارت سالفه اعطونا سالفه صدق حاصل حاصل الكويت من قال في الكويت رصاصه اسمع 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 يلا 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 يا لسان تركي موسى يا امل حل بغى سفيد عطنا تركي يا احمد سان يلا صدقت من تاني ايش تقول حق عيال احنا بنمشي فيلم شبع شوف عطنا فرشه بغيت ازودها لكن خفيت فرشه اللي هنا بتوصل على اخر الشهر اسمع استاذ يا رجل اسلم هم مرحبا ومسهلا الله يبقيك طبعا فيها فيها اثنين من ربع اخويا يا محسن 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 صوت ايوه ابو سامي ليش طالعين انا محمد والله انا دب ولد ولد ايه ايه رجل تسولف والله دبر وخليك لا 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 هم اثنين وكل واحد من قبيله خلنا خلنا على كل سوالف قديمه المهم وين انا في المغرب الوكاد انهم سوالف قصه قديمه حلو كم تضحك فيها محمد ترى تكلم موضوع ترى شيبان اللي يضحك عندهم يمسكون بالعجرهم يخبطون بعض من هو ذا من هو شيبان شيبان قوم شوف شوف امسكه وبحبه في راسه طيب صار على قاعد الجلسه هذه احنا قصص من حياه الاول يلا سالفه تصدق بالله اسلم يا احمد اسلم ممنوعون المهم هم اثنين ولا ذا سوالف انا انت وش انا ابن برش وجهه افك عليك الحين نخش وجهه انتوا خلوا رجال يتكلم عشان اعلمكم اخوك يا اقول صوتك مثل رجال صوت اصحى شيء لحظه ارفع صوت كسهل احمد البس كوترة ينياب عني بعد متمرجه مثل غيري ارفع صوتك مثل الريجي الوكاد انت السالفه كنت حاضرها ايوه ايوه اسلم هذه روايه الاولين روايه انا لك عليها ما نصدق ما كذب هم اثنين يا ربع اليوم يا ريجي قتل يا عيال يا عيال يا عيال دقيقه ارفع صوتك ما فرق بينك وبين احطها تعال رايد رايد دقيقه يا عيال يا عيال بلا واحدة الصوت خلونا يقصوا لنا نروح تكفون واحدة الصوت واحدة 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 خلاص اصي يا ولد مو بالتكلمت والله محمد يلا يلا سلام خش انا بين بلا واحد محمد حال واحدة واحدة الصوت واحدة الصوت اسلم اسلم لك ما تسكت خلاص ها صلوا على النبي يا ربي كثر كثر العرب اسلم كان في شخصين ما شاء الله الربع دول هذا من قبيله وذا من قبيله ثانيه كان في شخصين شخصين هذا من قبيله وذا من قبيله ثانيه الوكاد الشخص اللي يجي دائم الحجاز يجي عند الرجال هذا يبغى له تمر وكذا وهذاك ما عندهم الا بر وسمن ولا ما عندهم الا العيشه اللي عند الرجال وكل ما جاء موسم النخل وموسم التمر صرام ايه نزل عليه يجلس معه وياخذ من التنوك ياخذ من العلوم ها حقته استمرت السالفة طويلة قصة طويلة على كل حال اختصرها أحسن أقول يا حسوب في الاستماع اسمع اسمع والله انت فكوني على هرقة وجه انطح يكملها ها فكوني المهم قال أنا كل يوم يا لجودي أجي عندك أخذ تمر اللي يقولها من؟ يقولها الرجل الحجازي الحجازي كل يوم أجي أخذ عندك تمر أباك تجيني في ديرتي أعطيك شو اسمه الحب والبر أرد الجميل
المهم جاك المهبول ذا طالع بعياله معه في الحجاز. طالع وصلوا الشيبان وبقى الورعان يلعبون. جاء ولد الحجازي، الحجازي عنده ولد يلعب، وجاء ولد المهبول ذا فيه كان في ذاك مسدس حاطينه على الفرشة زمان السالفة ذي، وجالس يلعب فيه رمى الورع واللي هو ولد الحجازي راعي التمر. راعي التمر اسمع دقيقة خليني أعلم. الحجازي هذا عرفت استقبل الضيفان جاي من ديرة ثانية اللي هو البدوي ذا، جاء ولد البدوي يلعب بالسلاح ورمى الحجازي ولد الحجازي. يوم صلى يوم خلصوا الصلاة التفت عين الورع ميت. حياك اقلط. قال اقول لك يا طويل العمر اللي توفى ولدك، ولدي حي. المهم اما ذا الحين فانا متنازل عنك مبدئيا على كل حال، والله يستر عليك. راح الرجال ديرته، رجع على التمر ديرته. اي البدوي ذا رجع لديرته وباقي سالفه تاكل تشرب معه عند الحجازي. اي هذاك تنازل قال الحين خويا وبينهم علاقه وكذا. المهم جاء البدوي ذا اللي نزل ما 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 استراح، جمع ربعه وخذا يمكن حوالي 200 خله، وخذا له حلال وخذا ربعه وطلعوا في الحجاز. قال الحين جيناك على كل حال انت تنزلت، ولكن هذه من عندنا لك هديه، واحد الاخوه اللي بيننا. استقبلها الرجال ذاك وجوا ناس عند الحجازي. قال ما لك داعي كيف تخلي الرجال يذبح ولدك ويجيب لك نخلتين ويجيب حق التمر. ايه يجيب لك نخلتين ولازم انك تاخذ بثارك. المهم طالت الطويله اجتمعوا هم في القريه. يوم اجتمعوا على كل حال قالوا يا الربع هذا خوي والولد طايش ورمى الولد وكلهم العان، وانا تنزلت. جاء شيخ القبيله قال اقول لك ان كان ما اخذت بثارك من الرجال افترك ما انت منا، والله يستر عليك. الله الله عاد على كل حال. شباب هنا غير الجلسه، ما تعرف غير الجلسه، خلوها من الاصلح لنا ولكم بس غير الجيش. اسلم على كل حال. تعال هنا على كل حال. جاء في الوقت الاخير. قم يا اخو عزيزي ما جد هذا في ناس بس في عبوا راسه وكذا وراحوا له قال افهم. اي هي توزع ما من شيء من راس هنا. جيب هنا ما بقى على كيف. انا قلت ترى فرشه زين الدخان ما يدفع على زين. زين تعال قم يا رجل. قم يا ماجد عسيري. لا حد يهاوش على ماجد العسيري. صدق الا ماجد. اليوم شفنا جابنا كرسي احنا شايل شليله. الا ماجد. اشوفكم الله ترى ارفع قال وحوم. سامح سامحك طالت وسندت. لا لا سامح حلوه. الا 16000 واحد يخطب بوجهه. اسلم. اسف انا اسف. الخريطه اللي وجهك حلوه. المهم يا الربع قال جاء شيخ القبيله قال اقول لك خلي الرجال ذا ياخذ حلاله وابله وخليه يروح وربعه. احنا نبغى راس الورع. اللي ذبح الورع. شاف الحاله واحد من ربع جبت العيد. قال هذا ما زين. لا انا جبت اسمه. قال على كل حال هذا ولدي قدامكم، انت تبغون تذبحونه وانت تبغون تخلونه ولد الرجال ذا، انا خلاص ما عدني لكم ولا عاد ابغى الورع. والسالفه طالت جاكم شيخ على كل حال قال اذبحوه. فجاب السيف الرجال قصر قبته وانت تسال بس قصر يسال الحين راح تمر. في احد عنده شافه لا لا اسلم يا ايوه اسلم احمد الحجازي قصر قبته ولد احمد وراح خلاص انتهيت. استغفر الله العظيم. استغفر الله في البرايم الاول انت معي. لا والله اي والله سيء الصوره هذه فات مشاركه. فهمت الحين شيله مره ان شاء الله. عاشر الله يحفظك يا اخي. عاش اللور في ذمتك يا اخي. مايك شغال ويا فلاح. شباب اسالك واجيه الاجابه يا رجال. الله يجزاه خير. الله يزوجه. الله يزوجه. روح 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 معنا محمد. اخوه محمد قرح. لا 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 خلص شربة موك. شربة موك. لا لا اي ها اخوي ابو منصور من الاعداد انت ايش 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 زالك صلوا على النبي يا رجال. اسلم ايش فيك؟ انا بقى اسولف اللي عنده شيء يقول الحين. الله لا يهينك. سولف اللي ما يبي يسولف يقول الله لا يهينك. علي بابا اي اللي بيخطم يروح يخطم في الخيمه. شوف من قار الصقري هذا صقري انا هذا صقري انا هذا صقري الصقر ذا اسلم ما في ايه
وفين الشيء نبدا؟ والمحبة غيتا وغلا وتادا في حياتك نرسم بحلى عبارة في حياتك نرسم بحلى عبارة كل يوم نعيش والفرح لقاكم في حياتك جينا والشوق يضوينا والليالي نورها تسعد معاكم في حياتك واقعك منا وفينا حياتك 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 في حياتك حلمنا نشر السعادة والنجاح يدوم والعليا شعارة والمحبة. هذا البرنامج